اليوم عندنا حصة معتبرة في مختلف البرامج السكنية اللي راهي على مستوى الولاية، وهذا يعني بالمناسبة هذه ما عادش يحبس ودائما مستمر ومتواصل، لأن الشيء اللي راه منجز إن شاء الله سيتم توزيعه وتسليمه للمواطنين ونعطوا لهم يستفادوا منه إن شاء الله. إحنا الأولى الله يرحم الشهداء، والحمد لله اللي الشهداء اللي حررونا الأرض واليوم رانا فيها، وتحية الجزائر. الحمد لله اليوم استفدنا من قطاع أرضية، إن شاء الله ربي قدرنا وإن شاء الله نبنوهم، ونشكروا كاع السلطات الجزائرية منها من بداية من رئيس الجمهورية.